صباح الخير. صباح الخير يا فندم. من فضلك في حجز هنا اوضه باسمي. أنيسة جيهان فؤاد؟ ايوه ايوه يا فندم، الحجز موجود باسم حضرتك فعلا. ممكن تستريحي دقايق بس في اللوبي؟ استريح ايه؟ من فضلك انا تعبانه جدا ومش نايمه بقالي يومين، انا عايزه الاوضه دلوقتي حالا. ربع ساعة بس يا فندم، عشان الجيست اللي قبل حضرتك لسه عامل تشيك اوت والهاوس كيبنج بينظفوا الاوضه. صباح الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. لو سمحت عندكم حجز باسم عادل حجازي. حاضر، ثانية واحدة. طيب ممكن حضرتك تستنى دقيقة واحدة بس؟ هشوفهولك حالا. قليل بني آدم قليل الذوق ده، ازاي ياكل من البسكويت بتاعي بدون إذن؟ بجد قليل الذوق. طب اعمل ايه انا دلوقتي معاه؟ اخبط علبه البسكويت في راسه وامشي ولا اعمل ايه؟ استاذ عادل حجازي؟ فندم بندور على حضرتك. حاضر. راجل بارد بصحيح، ايه ده؟ يا دي كسوف، انا عملت ايه؟ اكلت بسكويت الراجل؟ لو سمحت، هو الاستاذ اللي كان هنا من شويه اللي هو طويل كده ودقنه وشعره كيرلي كده،
هو راح فين؟ أنهي أستاذ؟ كان معاه مجلة زي دي. أستاذ عادل حجازي. ده طلع قطه يا فندم. انت ممكن تكلمه لي لو سمحت؟ حاضر. الو مستر عادل؟ في انسه هنا. جيهان. في انسه جيهان هنا عايزه تكلم حضرتك. مين جيهان؟ طب اديها لي اكلمها. معاك يا فندم. الو. اهلا وسهلا يا فندم. انت بتاعت البسكوت. عجبك البسكوت؟ طب الهنا والشفا. لا لا يا فندم، حصل خير. ماشي. بقولك ايه؟ أنا عايز تعويض عن نص علبة البسكوت بقى. تسمحيلي أعزمك على عشاء حلو النهاردة؟ نعم، نتعشى سوا؟ لا على فكرة أنت فهمتني غلط خالص. أنا لا بخرج ولا بتعشى مع حد معرفوش. أنا بس متصلة علشان أعتذر وأوضح الموقف. وإذا كان على تمن علبة البسكوت أنا ممكن أبعتهولك. سلام. مفيش مكان فاضي لو سمحت. أنا آسف والله مفيش مكان فاضي. طب أنا أعمل إيه؟ عايزة أتعشى. حضرتك في مكان ورا فاضي عند الأستاذ. لا شوف لي ترابيزة تانية غير دي لو سمحت. أنا بعتذر لحضرتك. طب 5 ثواني بس بعد إذنك. بعد اذنك الاستاذ خلص عشاء تقدر حضرتك تتفضل. طيب ميرسي انا متشكره لذوقك. مساء الخير. اهلا وسهلا فندم. اتفضلي. معلش بعتذر لو ازعجتك، هو الويتر قال لي انك خلصت العشاء. لا انا فعلا خلصت العشاء بس كنت مستني الحلو، والحلو وصل. يعني انا بسمع خبراء التغذية بيقولوا إنه المفروض ناكل الفاكهة قبل الأكل، يعني مش عارفة. ماشي. فيها إيه يعني؟ ما يعني دي مش بروبلم يعني. أصل الحلو حلو وبيجي في أي وقت. حضرتك هربتي مني النهاردة، أنا عزمتك على عشاء وأنت رفضتي. شوف القدر بقى، جمعنا على نفس الترابيزة في نفس اليوم. القدر؟ ده قديم قوي. انا فعلا قديم شويه. شوف افلام قديمه بقى، ابيض واسود واغاني قديمه كده بس ده حلو برضه ولا ايه؟ طبعا حلو قوي. مود يعني. هو انت اسمك ايه؟ عادل حجازي، ماركتنج في شركه عقارات كده يعني. وحضرتك؟ انا جيهان فؤاد وبشتغل مضيفه طيران بس حاليا في اجازه. حلو. طيب انا بحب السفر قوي. فعلا؟ بس عندي فوبيا بقى، بخاف. ليه كده؟ معرفش كده من وانا صغير يعني. الا بالنسبه لي دي يعني، انت هنا اجازه لوحدك يعني؟ يعني اهلك مش معاكي؟ اصل انا ما بشوفش حد معاكي. لا انا اهلي كلهم في امريكا وانا عايشه هنا لوحدي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. مرة احنا رحنا اسكندرية مع شريف ده وقال لنا ان انا بمشي وانا نايم.
وفضلنا خايفين عليه وقلبنا وقع في رجلينا لحد ما اكتشفنا ان هو كذاب. ده ابن الذين، ده نمره بس دمه خفيف. لا دمه تقيل قوي. دمه خفيف ايه؟ انما قول لي انت ليه يعني ما قلتليش ان علبه البسكويت بتاعتك وسبتني اكل منها كده؟ طب انت كنت فاكره انها بتاعتك ما قلتيش حاجه؟ يعني انا كنت مكسوفه بس كنت مفروسه منك وعماله اقول هو ازاي يعني ما يستاذنيش وياكل من البسكويت بتاعي. ليه انت بخيله؟ ده بسكويت عادي يا. لا مش بخيله بالعكس. بصراحه ما بحبش حد ياخد مني حاجه غصب عني. انا بصراحه انت صعبت عليا، قلت يعني شكلها جعانه كده وغلبانه ومعاهاش فلوس وبتستعبط، خليها تستعبط، بس انا غلست عليك في الاخر وخدتها معايا. انت شكلك بجد نمره، انت دمك خفيف زي صاحبك بالظبط. لا صاحبي ايه، ما احنا قلنا دمه تقيل بقى. ايه ده؟ المكان فاضي ومفيش حد موجود غيرنا، الوقت سرقنا خالص. بالعكس، احنا اللي سرقنا احلى 5 ساعات من زمان. جيهان انا ممكن اخد رقم تليفونك ولا ايه؟ شور 012. عادل، عادل، عادل تليفونك بيرن. الو الو، صباح الخير، ممكن اكلم عادل؟ عادل مين؟ عادل حجازي، مش ده رقمه؟ اه ده رقمه. انت مين؟ انت المدام؟ صباحية مباركة يا عروسة. ميرسي. انت مين؟ انا هدى زميلته، ممكن لما يصحى تخليه يكلمني ضروري ضروري ضروري. صباح الفل على احلى عرس. ايه ده؟ هو اللي بيعمل ايه معاك؟ في واحده كلمتك اسمها هدى وعاوزاك تكلمها وبتقول ان انت زميلها في الشغل. مين هدى؟ انا ما عنديش زميله اسمها هدى على فكره. لا، واحده اتصلت دلوقتي وقالت لي انا هدى وعايزه استاذ عادل حجازي وصباحيه مباركه، فاكيد تبقى تعرفها ورقمها اهو. طب ماشي، كبري بقى، اكيد نمره غلط يعني. طب ما تكلمها تشوف مين دي. ما اكلمها ليه؟ انا اكلمها دلوقتي انا والقمر قاعدين. معلش كلمها، ما يجرش حاجه. ماشي. موبايل مقفول. بقول لك ايه، انا مش هحاسب على الطقم ده، انا حاسبت على الطقم اللي فات، مش سيره هي. ماشي يا عم، ما تيجي نرزل على الواد عادي زمانه صحي. تصدق فكره انت جاي كده في اي رزاله؟ يخرب بيت سنينك. طب رد على التليفون ده وافتح السبيكر. ارد ليه؟ معلش افتح السبيكر. رد. غريبه انت يا جيهان اهو. الو الو، صباح الخير يا استاذ عادل، انا من اشد المعجبات بتوعك على فكره. انا مين؟ انا شوقيه مسحات. خد خد، داليا شعباطه عايزه تصبح عليك. امسك يلا. صباح الفل. ايه يا عم بتقفش علينا كده ليه؟ انا وحبيبك شريف. قول له رفعت راسنا ولا كسفتنا كالعاده؟ شريف بيقول لك رفعت راسنا ولا كالعاده. بصوا يا جماعه، انا هريك دم. الو؟ غزير بايخ يعني. اوكي؟ ده قفل. قفل؟ لا يكون زعل يا عم. ايه زعل؟ تذكرت ولا ايه؟ اه. وانا ايه اللي قعدني مع ناس سكرانين بالشكل ده؟ طب مين اللي هيروحنا دلوقتي؟ ايه؟ هزار بايخ من ناس بايخين وسكرانين. اتأكدتي بقى؟ سوري يا حبيبي، معلش حقك عليا. ما جراش حاجة، خلاص يا حبيبتي. حبيبتي. ايه بقى؟ نفطر هنا ولا نفطر تحت؟ لا اطلب لي شاي بلبن الأول بعدين نبقى ننزل نفطر تحت.
ماشي شاي بلبن. شفتي الواد الحلو انا جبته لك؟ ميرسي يا حبيبي. حلو؟ حلو قوي جدا. بطلي قلة أدب بقى أنت كمان. هو إيه هو ده؟ لا دي صباحية كويسة عادية يعني. ماشي هبقى أحكي لك بعدين. لا لا ده صاحي ونزل تحت يعني سبقني، أنا قلت له هغير هدومي بقى وألبسه كده وانزل. ليه يا بنتي؟ ما أنا مهتمة بيه. هو في إيه؟ ده أنا قاعدة حتى أتفرج على فيلم أبيض وأسود من اللي قال لي إنه بيحبه. أنا برضو؟ لا خالص بالعكس، ده النهاردة الصبح حصل حوار غريب جدا. واحدة اتكلمت وقعدت تتدلع في التليفون وتقولي أنا زميلته وعايزة أبارك له وبتاع، وأنا مشيتها يعني. امشي. فين الشكاكة دي؟ لا طبعا ولا شكاكة ولا غيورة ولا أي حاجة. لا لا طلع مش عارف واحد صاحبه وقال لي بيعمل فيه مقلب حاجة زي كده يعني. وبيني وبينك بقى أنا ما بحبش أصلا الحركات دي، أنا عايزة يمشي عادل من أول يوم. وبعدين خدي بالك أنا أصلا ما خدتش وقت عشان أعرفه. يعني هما كلهم ايه يومين تلاتة؟ يا باي يا بنت البواحة دي ما تبقيش باي خمال عادي يعني، صحابه بيهزروا معاه في ليلة الدخلة بتحصل كتير. بت او يكون دمك تقيل. بطلي وبطلي الغنى اللي انت فيها دي واحمدي ربنا ان جوزك عاقل. يا بت يا بت حرام عليكي، هو في حد راقي الرجالة اليومين دول؟ امشي امشي امشي، انت هتفضلي هبلة طول عمرك. مين قالك مفيش رجالة؟ العشرة منهم بتلات تعريفة. والواد حلوة شوية. طيب طيب خلاص يلا هلبس بقى وانزل عشان ما التقوش تحت كتير وهبقى اكلمك بالليل. انت فين؟ عندك رحلة؟ لا انا في الاوتيل عندي رحلة بالليل. طب يا ستي ربنا يهدي سركو، اعقلي بقى وانجوي. انت في شهر العسل ها؟ لا ادعي لي انت بس، ادعي لي كده ربنا يهدي سري وما تطلقش قبل الاربعين. ربنا يا ستي يهدي سركم ويبعد عنكم الشر. يلا بقى. لا مجنونه. حبيبي حبيبتي. تحفة. حلوة قوي فعلا. دي برضو شاي؟ لا بقى. يلا شوف خدي بس. بص هدوقك من دي. لا. ليه؟ لا خلاص بجد مش قادرة اكل. والله دي حلوة. لا 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 عندي صداع والله مش قادرة، أنا ما نمتش كويس على فكرة امبارح. صداع؟ ألف سلامة. اللي رايحه واللي جايه عمال تبص لها تبتسم لدي وبسمس لدي. هو انا ايه مش مالي عينك خالص؟ يا اخي احترم نفسك شويه، ده احنا حتى ليله الصباحيه. امال لو متجوزني بقالك 20 سنه كنت عملت فيا ايه؟ شاهم وطي صوتك، الناس كلها بتبص لي. ثانيا انا ببص بدور على الجرسون عشان يجيب لك حاجه للصداع اللي عندك. يا سلام يا غلبان يا مسكين يا حرام، انا ظلمتك ها؟ انا اللي مجنونه وغياره، لكن انت مؤدب ومحترم صح؟ جيهان وطي صوتي. ايش وطي صوتي؟ ايه ده؟ ايه القرف ده؟ جيهان جيهان الو؟ عملت ايه يا عروسه؟ ايه ده في يا جيجي؟ مالك؟ انت بتعيطي؟ طب اهدي اهدي بس خليني افهم ايه اللي حصل. لا يا نوره لا لا انت مش فاهمه ده عمل فيا ايه؟ لا طبعا لا هسيبه، انا ما اقدرش اعيش مع واحد بزباط زي ده، ده بهدلني خالص، ده انا تعبت. لا طبعا لا هطلق طبعا هطلق، انا ما اقدرش اعيش مع واحد زي ده. انت مش فاهمه ده عمل فيا ايه؟ ده فرج الناس كلها عليا، ده المطعم كله كان بيتفرج عليا. طب جيجي معلش ثانية واحدة خليكي معايا أنا راجع لك. ها خليكي معايا. ألو أيوة يا عادل. I'm sorry إن أنا بكلمك دلوقتي، بصراحة أنا ما عرفتش أكلم أي حد تاني.
انت اقرب واحده لجيهان وزي اختها. هقول لك كلام بس ارجوك ما تقوليلهاش ان انا كلمتك. انا بصراحه مش عارف اتعامل معاها خالص خالص. الغيره والشك اللي جواها هيدمروا حياتنا مع بعض اللي هي لسه ما ابتدتش اصلا. يا نورا اقول لك ايه ولا ايه؟ دي مجنونه، اقسم بالله العظيم مجنونه، مجنونه وهتجنني معاها. ايه في ايه؟ معلش عادل اهدى بس شويه، هي بتعمل كده عشان بتحبك. طب بص يا عادل، خليك معايا خليك معايا، ها انا راجعه لك على طول. ايوه يا جيجي انا معاكي. ايه اللي حصل بقى يا حبيبتي؟ اهدي بس شويه، العياط مش هيجيب نتيجه، اهدي علشان نعرف نفكر. انا هقوم الم هدومي وامشي دلوقتي حالا. طب بص يا جيجي خليكي معايا، انا راجعه لك. معلش يا حبيبتي خليكي معايا ثواني. ايوه يا عادل. بصي يا نوره ارجوكي حاولي عقليها، قولي لها احنا مش صغيرين عشان نعمل كده. يا حبيبي طب بس افهمني يا اختي. فصل، افتكرني قفلت السكه في وشه. وبعدين بقى ايوه يا جيجي. يا نوره اسمعيني اسمعيني. طب بصي اسمعيني بس. بصي التليفون هيفصل شحن، هشحنه وارجع اكلمك على طول. اوكي يا حبيبتي اهدي بس. اهدي اهدي يا جانيت، اقعدي اهدي وفهميني ايه تصرفات الجنان اللي انت بتعمليها دي. ما تكلميني، انا بكلمك. بلم هدومي عشان اروح. ليه بقى؟ ليه بقى؟ بقولك ايه، ما تضغطش عليا، انا هاخد بعضي دلوقتي وماشى. اوعى جيهان، ممكن تهدي شويه؟ مفيش اي داعي تتصرفي بالتصرفات الغبيه دي. احنا حاجزين هنا اسبوع، حتى لو اتخانقنا يعني لسه ما قضيناش مع بعض يوم على بعضه. حاجزين اسبوع؟ حقيقي دافع اسبوع يعني لازم نقضيه مع بعض؟ انزل بقى قضيه مع الولية مشاعر اصفر اللي كنت بتعكسها. انا عن نفسي ماشيه. يوه كمان بتقولي يوه؟ انا مش فاهمه والله، هو انت ايه ما صدقت؟ صدقيني يا جيهان، أنا من أول ما قابلتك وأنا ما بشوفش حد غيرك. أنا بشوفك أحلى ست في الدنيا، عشان كده أنا اتجوزتك. بس أنا عايزك يبقى عندك ثقة في نفسك أكتر من كده شوية. نعم، ثقة في نفسي؟ طبعًا عندي ثقة في نفسي، لكن ما عنديش ثقة في تصرفاتك. أنا عارفة إن أنا أحلى بنت في مصر كلها، لكن أنت اللي رايح واللي جاي عمالة تبص لها وتعاكسها، ويا ريتك بتبص وخلاص، أنت كمان بتاخد مقاسات. أنا؟ تصدقي انك انت ظلماني؟ وحياتك عندي انت ظلماني. اه مجنون انا بقى. الو هاي نورا. ايوه يا جيجي طمنيني، عملتي ايه؟ انت بتتكلمي كده ليه؟ هو عادل جنبك؟ اه راجع انا وعادل. اه راجعين على البيت. ايه؟ يا نهارك اسود، راجعين على البيت ليه؟ يلا يلا هكلمك لما اروح بالليل. مجنونة مصحف، انت مجنونة. طب انت واضح انك مش عارفة تتكلمي. انا عموما قلت اطمن عليكي، لما ارجع من الرحلة ابقى اكلمك واشوف انت عملتي ايه. جيجي عقلي، بطلي هبل، بطلي غيرة. مجنونة، باي باي. فينك يا نورة؟ تيجي تشوفي الخيبة اللي انا فيها دي. خيبة؟ انا بقيت خيبة؟ لا انا بخير. طب انا هسيبك وانام. يلا ما تبقيش كده بقى، هتسيبيني على طريق سفر كده لوحدي وتنامي؟ اه افتح بقى مزيكا تسليك، تصبح على خير. اوه يا جيهان انت متعبه قوي بقى، بس انت زي الحسن حتى وانت زعلانه. خلاص بقى خلاص. طب سيبني انام شويه بقى. خمس دقايق واصحيك. يلا اتفضلي يا حبيبتي.
نورتي بيتنا يا احلى حاجه في بيتنا. لا يا سيدي انا لسه زعلانه منك. يو يا جيهان انا كل الطريق بصالح فيكي وانا ما عملتش حاجه اصلا. يا سلام ما عملتش حاجه اصلا. والبنت بقى انا ان شاء الله مش عارف الصفر دي اللي كنت بتعكسها كانت ايه. خلاص يا ستي انا اسف حقك عليا. طب كده خليتيني نيجي على ملا وشنا كنا قاعدين ومبسوطين. معرفش بقى يا حبيبي انا زهقت من الاوتيل وقلت برضو نيجي هنا بيتنا يعني اريح. زهقتي؟ ده انت بتزهقي كتير قوي. انا كده يا حبيبي زهوقه بزهق من اي حاجه. انت زهوقه قوي بس انا ما زهقش. يا روحي. طيب بقول لك ايه؟ موضوع الاوتيل ده ما تجيبهوش على لسانك خالص. الاوتيل ده انت اللي اصريتي عليه عشان انت قلتي لي المكان ده تعرفنا على بعض فيه وحبينا بعض فيه فانا ماليش ذنب بقى. لا مش هعمل كده تاني اخر مره. كويس كده. طب يا حبيبتي عشان الدنيا الحلوه دي انا عازمك على العشاء في اي حته انت تختاريها. ايه رايك نرجع الاوتيل؟ لا كفايه ما تبسطهاش اكتر من كده. انت حبيبتي. طب يا حبيبتي خلينا نطلع نغير ونفتح شويه عشان نخرج. ها اوكي. انا بحبك. انا كمان بحبك قوي. مين على التليفون؟ ده رامي صاحبي. طب ما ترد عليه تاني يا جيجي. ما ترد. الله رد عليه. الو انا رامي. ازيك؟ افتح لك سبيكر. لا لا حبيبي انا في العشاء كده. انا وجيجي. ماشي رامي هكلمك. هكلمك. مع السلامه. وريني التليفون. ليه بقى كده؟ عايز اشوفه في حاجه. دي وريني التليفون. اتفضلي. ايه اتاكدتي؟ سوري. معلش حقك عليا مش هعمل كده تاني. ماشي يا ستي اهو. بتعمل ايه؟ هسجل لك. سجل لي ايه؟ عشان انا مش ضامنك خالص. هترجعي تشكي فيا وتظلميني تاني صح؟ لا خلاص حقك عليا مش هعمل كده تاني. اخر مرة. اخر مرة. طيب عشان انت طلعتي كده حلوة وأمورة كده. ايه ده؟ يا ستي الله حلو؟ حلو قوي. ليه حبيبي كلفت نفسك؟ حبيبتي انا ما عنديش اغلى منك بس ما تعوديش على كده. مش كل مره هصالح كده كده يعني. ميرسي يا حبيبي ربنا يخليك ليا. حبيبتي
قلب بوليسي مش هيعمل معاه كده. انت بنتي مجنونه. انت مش كنت سهرانه معاه؟ بس وصلني وقال لي انا رايح اشتري سجاير. الله يكون في عونك يا عادل. اعمل ايه بس؟ انا بحبه بغير عليه. بتغير عليه ايه وحبتيه ايه؟ لحقتي تحبيه؟ اه بحبه. الواد قمر وحنين وكمان بيضحكني ودمه خفيف. يعني انت حبيتيه علشان دمه خفيف وبيضحكك؟ والمصحف انت هتموتيني. بقولك ايه، انا مش فاضيه لك، انا عايزه امشي. لا تمشي تروحي فين؟ اقعدي ما اخلص الحجر ده. لا حجر ايه، انا عايزه امشي. وبعدين تعالي وصليني عشان انا مش جايبه عربيتي. تروحي ده ايه؟ انت هتيجي تتغدي معايا بجد؟ اه طب اديني وقت. خدي. ايوه كده، ايوه بقى. طب تعرف بقى ان مراتك ما بتحبش السوشي؟ لا والله. يا سلام، ما ناس كتير قوي ما بتحبش السوشي. عشان تعرف بس ان انا اعرف حاجات كتير عنها انت ما تعرفهاش. اتلمي بقى، اتلمي دوقي ورق العنب ده. لا خلاص، كنت كتير قوي مش قادره خلاص. لا ايه ده، انت ما حبيتيش اكلها بقى خالص. اكل ايه ده؟ انا اللي عامله المحشي. لا والله. يا سلام، يعني هو انت وقفتي جنبي وانا بحشي المحشي بقيتي انت اللي عاملاه؟ اه طبعا، مش لفيت واحده. بتعفخنه ولا ايه؟ مش كمان ديكو يا جماعه، شوفوا دايما حبيبي دوق دي. لا انا مش شايفه. ميرسي يا حبيبتي. عامل لكم شاي؟ اوكي. ما تاكلي. هولع الشاي واجي لكم. ماشي. الحمد لله. نورا انا عايز منك خدمه اخيره بقى. اؤمرني يا عادل. عايزك تكلمي جيهان تخفي من غيرتها شويه. اصل الموضوع ده مش محسسني بالامان في المستقبل، وهيخليني افكر ان اجل خلفه منها. انا بصراحه مش عارفه اقول لك ايه يا عادل. انت بصراحه عندك حق، هي برضو مجنونه بتغير عليك بشكل فظيع. والله العظيم يا عادل انا بكلمها من وراك كتير جدا، بقولها كده ما ينفعش وعقلي، بس اعمل ايه، مجنونه. معلش، هي برضو بتعمل كده علشان بتحبك. اللي مالك برضه؟ هجيب لكم فاكهه ولا هجيب لكم مع الشاي؟ لا يعني ماشي. عندك موز؟ اما نورا دي بقى مره عملت فيها حته حركه. كان عندي رحله طويله وما ظبطتش الالارم بتاع التليفون، قلت لها بيصحيني. قالت لي اوكي. تخيل ما صحتنيش، ولقيتها بتكلمني من عطاره تقول لي قومي الحقي ميعاد رحلتك. طبعا ولا لحقت ولا رحت ولا جيت، وخدت حته خصم وتعاقبت بقى عقاب، اتحرمت من الرحلات يمكن شهر. انت مش فاهم نوره دي اصلا. انت حبيبتي بقالك ساعتين بترغي وتتكلمين على نور، ايه رايك ندخل ننام وكملي لي حكايه الجوال؟ ليه حبيبي كده؟ ليه بتعاملني المعامله دي؟ يعني انا بتكلم معاك وبحكي لك حاجات وكده، يعني ليه بتسخف عليا؟ مش قصدي والله، انا لعست بس حبيبتي، لعست بس مش عارف. لا انا مش جاي لي نور، انا هقعد اتفرج على المسلسل التركي النهارده. الحلقه 450. البطل بقى ايه، هيخون مراته بقى مع عشيقته. بس ايه، مراته هتقفشه. انا هرسلت وانت مستنيه ام الحلقه دي عشان تنكدي على اهلي. ليه حبيبي نكد على اهلك ليه؟ يا حبيبتي بتطبقي كل الغيره دي وبتاع عليا. خالص ما تقولش كده، تقولش على نفسك كده، انت جميل. ماشي حسيت انا مع السلامه. طيب يا حبيبي، جود نايت. جود نايت. مشكلة. هو انت غيرت الباسورد؟ ما غيرتش حاجة يا جيهان. قولي حبيبتي. طب ايه يعني مش بتعملي ايه يعني؟ مش فاهم، ده موبايلي يا حبيبتي. هاتي. صباح الخير. انت من
يا هدى، فينك؟ بقالي مدة ما شفتكيش. وحشني؟ وحشني ده ايه؟ اتصلتي بيا يوم الصباحية، صباحية، ومراتي هي اللي ردت عليكي. ميرسي. انتي مين؟ انا هدى زميلته، ممكن لما يصحى تخليه يكلمني ضروري ضروري ضروري. قولي له رفعت راسنا ولا كسفتنا كالعاده. الو قفلي. ايه تبان عليك سهران تتسلى ومراتك نايمه؟ مراتك نايمة؟ طبعاً، ما أنا نايمة على وداني، ما أنا مغفلة. ما تربقتها على دماغك دلوقتي ما بقاش أنا، أنا بقى هفرجك. اصحالي بقى وفقلي كده، أنا عايزة أعرف بقى مين هدى دي؟ في إيه يا شيهان؟ أنا لسه عيني رايحة في النوم. يعني عينك رايحة في النوم؟ لا فقلي بقى يا حبيبي. مين هدى اللي على الفيسبوك دي؟ هدى مين دي؟ إيه الفيسبوك ده؟ أنا قلت لك هدى دي بالذات أي كلام، صحابي كانوا بيهزروا وفتحت لك سبيكر وسمعتك. لا الكلام ده بقى ما يخشش عليا يا حبيبي، أنا بقى عملت معاها شاتنج على الفيسبوك واتكلمت معاها على إني أنت وهي ردت عليا، وده معناه إن أنت على علاقة بيها والعلاقة مستمرة لغاية دلوقتي. خلاص بقى كفاية بقى، كفاية يا جيهان جننتيني. إيه ده؟ إيه القرف ده؟ هو إيه ده اللي إيه القرف ده؟ أنا عايز أفهم، رد عليا. ده كتير قوي يا جيهان، كتير قوي. هو إيه ده بقى اللي كتير قوي إن شاء الله؟ أنت مريضة نفسيا، محتاجة علاج. أنا مريضة نفسيا ومحتاجة علاج، أمال أنت بقى أنت إيه إن شاء الله؟ أنت إزاي تدخلي على صفحتي في الفيسبوك وتدوري في خصوصياتي؟ أنا مراتك. حتى لو مراتي، ده ما يديكيش الحق إنك أنت تدوري في خصوصياتي. بعدين خدي بالك، أنت بتخلقي مشاكل من ولا حاجة. يا سلام، واللي على اللابتوب دي تطلع هي هدى دي ولا مش هدى؟ هترد عليا؟ أرد عليك أقول لك إيه؟ ما اعرفهاش والله العظيم ما اعرفها. واحده بعتالي اد على الفيسبوك ما قابلتهاش، اعرفها ازاي؟ والشاتنج اللي بينك وبينها ده يطلع ان شاء الله. شاتنج ايه وزفت ايه؟ انا عرفت، يا ريت ما اتجوزت. يا نهار اسود، انت بتعلي صوتك عليا كده؟ خلاص يا سيدي، ما تطلعني وتخلصني. طلقك؟ انت مجنونه؟ احنا بقالنا اسبوع متجوزين وتقولي يا طلقك؟ ان شاء الله حتى نكون بقالنا يوم واحد. طلعني، انا معاش مع راجل خاين زيك، انت خاين، وانا معاش مع واحد مريض زيك، انت عمال تشككني في نفسي وفي الاخر انا قفشاك اهو. انت مجنونه، اقسم بالله العظيم انت مجنونه. انا برضو اللي مجنونه. اه مجنونه. طب انا بقى هقول لك انت انا يا عم خلاص بقى. طب انا خلاص بقى زفت. الزفت ده انت فتحتيه اصلا الله. ايه العريس اهو اهو، ايه العريس اهو اهو. الحمد لله على السلامه. عادي يسلمك يا شريف. الحمد لله على السلامه. ايه طمني، ايه اخبار الجواز؟ زفت. يا ساتر يا رب.
في ايه يا عم؟ انت بتغزي العين ولا ايه؟ ما تخافش يا سيدي مش هنحسدك. ايه اللي بتغزي العين دي؟ ايه الجمله القديمه دي؟ انا قاعد مع خالتي بقول لك زفت. لا اله الا الله، ده انت ما كملتش اسبوع. في ايه؟ انت لحقت؟ في ايه عادي؟ انت تستهبل؟ عامل نفسك مش عارف حاجه يعني؟ والله ما اعرف حاجه. الجمال ده؟ الجمال ده ايه؟ ده مش جمال خالص، ايه البوز ده؟ فيه يا بنتي؟ تعالي خشي تعالي خشي، يا دي نيلة عنك، انت بنتي غبية لكن؟ هعمل لك قهوة؟ مش عايزة زفت.
قولي لي ايه اللي حصل؟ المتوقع حصل، ظني ما خابش فيه، قفشته. يا بنتي حرام عليكي قفشتي ايه؟ هو انت كل شويه تقفشيه؟ حرام عليكي يا جيجي، انتوا لسه متجوزين. اهدي بس، اهدي بس وفهميني، اكيد في حاجه غلط. مفيش حاجه غلط، انا مش هقدر استمر كده ولا اقدر اعيش معاه بالطريقه دي، انا لازم اتطلق، لازم اتطلق. مين هدى دي؟ واحدة لا أعرفها ولا عمري كلمتها، مين؟ ما يمكن واحدة من الحاجات القديمة وأنت ناسيها بتحصل. لا لا مش شريف، لا علاقات قديمة دي إيه؟ أنا عمري ما عملت علاقة مع أي واحدة، يعني كان في علاقات كده عابرة يعني من طرف واحد، بس يعني علاقة علاقة يعني مفيش، ما أنت عارف على إيدك يعني. ما يمكن علاقة من العلاقات ديت، أنت مش فاكر البنتين اللي اتعرفنا عليهم في شرم زمان؟ البنت الحلوة أم عينين جميلة ديت اللي أنت علقتها، وصاحبتها التخينة اللي وقعت في أرابيزي، ما يمكن واحدة منهم؟ لا لا ما أعتقدش، ما أعتقدش. فرضاً كان كلامك ده صح، عرفوا منين ميعاد فرحي؟ عرفوا منين إن أنا عامل فرح في الأوتيل ده؟ صباحيتي؟ عرفوا منين إن أنتوا سهرانين في الأوتيل للصبح؟ ما يمكن جت حضرت الفرح واحنا ما خدناش بالنا، كان في واحده واقفه قدام صينيه الجمبري مش عايزه تتحرك ومحدش عارف كان مين اللي عازمها. جمبري ايه يا شريف؟ انت بتهزر؟ يا شريف والنبي تركز يا شريف. طب اسمع وريني صورتها. ما عايز ايه بصورتها؟ يعني. وريني بس هنوصل ان شاء الله، بس وريها لي. وريك بس. بس انا مش فاهم انت عايز ايه بصورتها. وريني بس. ايه صورتها؟ اوبا دي جامده. هو ايه؟ هو انا بعرضها عليك يا شريف؟ دي اللي خربة بيتي يا شريف. طب هات هات، انا هعمل لها اد من عندي وهبعت لها على الماسنجر ونشوف هتعمل ايه. شوف غلطانه يا جيجي، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ يعني ايه اصلا تفتحي الفيسبوك بتاعه؟ طبعا لازم يزعل، والله العظيم انت مجنونه. خدي. مش عايزه بسكوت، مش عايزه بسكوت. انا البسكوت ده هو سبب البلاوي كلها، انا اتعرفت عليه سبب البسكوت ده. خلاص 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 بلاش بسكوت، انا هاكل بسكوت. وبعدين يعني ايه انا غلطانه؟ غلطانه في ايه انا؟ غلطانه عشان بغير عليه؟ طب ما انا بحبه، اي واحده بتحب جوزها لازم تغير عليه، فين الغلط بقى؟ يا بنت افهمي افهمي، الرجاله دول طول عمرهم عينهم زايغه، حتى لو متجوزين ملكه جمال الكون. اساليني انا، امال انا اتطلقت من اسامه ليه؟ مش عشان نفس السبب؟ وبعدين اخدت ايه؟ ولا اي حاجه، عايشه لوحدي وندمانه. جيجي بلاش تعملي زي، استغفر الله العظيم. اقول لك على حاجه، احسن حاجه ترجع الشغل. الاجازه بتاعتي اصلا ما خلصتش، وحتى لو خلصت ما اعرفش اعمل ايه، انا خلاص مش عارفه افكر خالص. وانت عامله ايه مع اسامه؟ هعمل ايه؟ عادي، انا عايزه ارجع له، هو مش عايز، الطبيعي بتاعنا يعني. يلا انا داخله الحمام. اهو يا عم، انا بعت لها مسج ونشوف بقى هترد عليها تقول ايه. عارف يا شريف، انا شاكك فيك، ورحمه امي لو طلع ده مقلب من مقالبك اللي انا موريك. يا راجل عيب عليك، انا هخرب بيت صاحبي بايدي برضو؟ انا كبيري شويه الهزار السخيف ده وخلاص، لكن تشك فيا بعد الزمن ده كله؟ اعمل ايه يا شريف، انا بقيت بشك في نفسي. اقول لك على حاجه، اسهل حاجه اطلق جيهان. انت لحقت؟ ده انت بقالكش اسبوع متجوز، من اول مشكله كده عايز تطلق. عن اذنك. رايح فين؟ هروح البيت الم هدومي واخد لي اجازه يومين افكر وبعديها اخلع، انا قرفت. تروح؟ استنى يا عادل، يا عادل استنى انا جاي معاك. نورا عقل. موبايل. نهار اسود الموبايل.
على التليفون ده؟ ايه اللي على التليفون؟ انتي مسمية نفسك هدى على الفيسبوك؟ اخدتي بالك؟ ده اكونت فيك يعني، كل البنات بتحب تعمل كده، فحبيت اجرب يعني. اشمعنى هدى بالذات يعني؟ يعني ايه اشمعنى هدى بالذات يعني؟ وبعدين انتي مالك انتي؟ انتي بتفتحي تليفوني ليه اصلا؟ انا مش مصدقه، ده انتي اختي، انت اللي بتعكس عادل، انت اللي بتعكس جوزي. الو، صباح الخير. ممكن اكلم عادل؟ عادل مين؟ عادل حجازي. مش ده رقمه برضو؟ ده رقمه. انت مين؟ انت المدام مش كده؟ صباحا يا مباركة يا مدام. ميرسي. انت مين؟ انا هدى زميلته. بليز ممكن لما يصحى تخليه يكلمني ضروري ضروري ضروري. بقول لك ايه، ما تيجي نرزل على عادل زمان وصحي من النوم. تصدق فكره انت جاي في اي مصيبه كده، يخرب بيت سنينك. الو، ما انا ما كنتش عارف انها هتطلع كده، دي شكاكه قوي. هما كل الستات كده شكاكين. بعدين يا ابني انت لحقت؟ استهدى بالله كده، انا جاي معاك يا عادل عشان اصالحكم، ما تصغرنيش. ماشي، لا اله الا الله، خلاص ربنا يقدم اللي فيه الخير بقى ان شاء الله، نشوف اخرتها معاه خير ان شاء الله. الست الهانم اللي اسمها نورة، هي هدى. هدى اللي عامله اكونت على الفيسبوك مزيف. يا حقيره يا صفطه يا واطيه. هي دي بقى الست هدى؟ مش قلت لك انا حسيتك ما تخيبش ابدا. يا خاينه، عملتي فيا كده ليه؟ ها، عملتي فيا كده ليه؟ ايوه وسع، انا اللي عملت كده. عارفه ليه؟ عشان تغيره ومجنونه كمان. انا تغيره برضه؟ ايوه غيره، وستي تغيره. وانت ما تستاهليش واحد زي عادل. انا اللي استاهله. انت عايزه تضيعي مني زي ما انا ضيعته. انت قلت بقى تلهفيه منها وهجوحها اولى بلحم طوره، مش كده؟ اوعي يا كلب يا واطي، انا هتفرجك انا بس. يا مجنونه المجانين دي لازم تروح مستشفى المجانين. انا بره بس دلوقتي. ايه يا حبيبي؟ بره 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 بره. في ايه يا جماعه؟ ما تصلوا على النبي كده وتستهدوا بالله، دي ساعه شيطان. في يا جهان، جوزك بيحبك على فكره. هو اي نعم كان فلاتي زمان، بس دلوقتي ربنا هداه على يدي. استهدوا بالله كده وصلوا على النبي. ماشي ماشي. وانت صالحها؟ انا اقول لك تصالحها ازاي؟ ماشي. تحب اجيب لك رز بلبن من تحت يا عم؟ خلاص يا شيخ، رز بلبن ايه؟ طب صينيه بسبوسه. امشي ماشي ماشي. طب ابقى طمني. هطمنك. قولك شريف ودوس. خلاص يا جهان اهدي. سامحني يا عادل، انا عارفه اني عملت حاجات كتير قوي غلط كان ممكن تهدم حياتي، عشان خاطري ما تزعلش. انا خلاص مش هثق في حد تاني بعد كده. لا بالعكس يا جهان، لازم تثقي في كل الناس، بس قبل ده كله لازم تثقي فيا انا. انا جوزك وحبيبك، صح؟ سامحني يا عادل، انا اسفه بجد بجد اسفه. معلش، حصل خير يا حبيبتي. ما ترد على التليفون. ما بتردش على التليفون ليه؟ رد على التليفون.
عادل 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 انت فين يا عادل؟ انت فين؟ انت بتخوني انت بتخوني الحقني انت بتخوني عادل 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 فين جيهان؟ فين حبيبتي؟ الحمد لله على سلامتك. انا فين؟ انا فين؟ انت في المستشفى يا حبيبتي وانت خلفتي وجبتي بنوته زي القمر. وانت فين؟ يا حبيبتي انا جنبك وماسك ايدك وببوس ايدك ايوه يا جنبي يا روحي. بصي تشك بصي يا قمر ازاي؟ بصي 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 يا روحي يا جمال ايه ده؟ يا روحي يا روحي يا روحي يا حبيبتي يا حبيبي دي شبهي دي شبهي انا دي جميلة يا روحي دي حلوة زي امها يا روحي ايه الحلاوة دي؟ هاتيها شوية لا لا والنبي شوية بس لا لا بسم الله طب هنسميها ايه؟ بسم الله مش عارفة نسميها دي ايديها صغننة قوي اداني شوية هنسميها جيهان جيهان بقى يعني امها جيهان وهي جيهان بصي انا مقترح يعني اسم حلو قوي وبحبه قوي انت اسمك فريده ايه رايك في الاسم ده حلو قوي فريده اه اشمعنى فريده يعني في حاجه معينه فريده يعني ايه بتحبه قوي ليه يعني عادي يعني كان ممكن اقول لك مديحه شهيره يعني اسم حلو يعني بس يعني انت كنت تعرف حد اسمه فريده في مثلا في حته في المدرسه في الجامعه في الشغل او عادي احكي لي يعني مش فاكر جيهان يعني ايوه اما يعني ايه اللي خلى اسم فريده تحديدا هو اللي يلزق في دماغك لدرجه انك عايز تسمي كان نفسي ارجع البيت وانت معايا وتنام في حضني 9 شهور بحلم اني اشوفك كان نفسي افرح بيك كنت مستنياك عشان ابدا حياتي كلها بيك منك لله يا حياتي حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حاتم يا وجع قلبي سافر سافر امتى هو لحق يسافر طب وسايب محمد عندك ليه مش فاهمه انا هاجي اخده دلوقتي تنازل ايه انتي مجنونه يا ست انتي انا ما مضيتش تنازل عن ابني لا طبعا ما مضيتش تنازل عن ابني انتي كدابه وابنك كداب الو في ايه يا مريم ماما حاتم اخد محمد ابني وسافر بيه بره مصر يا نهار اسود الورقه اللي مضاها لي امبارح ما كانتش عشان ابري دي ورقه تنازل عن محمد وانتي ازاي تمضي على حاجه من غير ما تعرفي فيها ايه ما قريتش يا ماما ما خدتش بالي يا نهار اسود حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حياتي انا هعمل ايه ماما هعمل ايه دلوقتي العمل عمل ربنا يا بنتي ربنا مش هيسيبنا ان شاء الله ربنا مش هيسيبنا بنتي هتروح مني يا شيماء ومش عارفه اعمل ايه مفيش حاجه في ايدي اقدر اعملها ما تقوليش كده يا طنط يعني هي سايبه البلد برضو فيها قانون قانون ايه يا بنتي قانون ايه ما تقلقيش هنتصرف ان شاء الله ما تقلقيش طب هو انا ممكن اطمن على مريم هي مريم نايمه بس ممكن تخش تصحيها لا لا خلاص سيبيها مرتاحه هبقى اجي لها مره تانيه سلمي لي عليها خليكي يا بنتي لا معلش حبيبتي
معلش 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 يا حبيبي. شفت الجرال يا شيماء؟ ولا هنسى اشوفه حتى. ولا هنسى حتى اوصفه. ما تقلقيش، اقعدي اقعدي ارتاحي ارتاحي. خلاص يا حبيبتي. انت ما نمتيش يا مريم؟ هو عرفتش انام. طب خلاص معلش يا حبيبتي، هنتصرف ان شاء الله، هيرجع لك. طيب ما حاولتوش تكلموا مامته؟ أفندم، ممكن أتكلم معاكي شوية يا طنط؟ مفيش كلام يتقال، ابني وطلقك وابنك وسافر معاه زي ما قلتلك في التليفون، عايزة حاجة تانية؟ يا طنط حضرتك أم وأكيد حاسة بيا، أنا ملحقتش أضم ابني في حضني حتى خمس دقايق من بعد ما اتولد. محدش قالك تتنازلة عنه، وبعدين يا حبيبتي أنت كاتبة تنازل عن كل مستحقاتك وعن ابنك كمان. يعني ايه؟ ابنك خدعني، ضحك عليا وسرق ابني مني. انت جايه ببيتي تقلي ادبك عليا وتعلي صوتك عليا؟ امشي اطلعي بره. لا مش همشي. لا هتمشي. لا انا هتمشي رايحه فين؟ يا دانت الله يخليكي، الله يخليكي، حطي نفسك مكاني. انا لا يقطعوني وموتوني ما اتمناش اكون زيك وابيع ابني. بقى انت ام انتي، الحمد لله ان ابني خلص منك ومن عرفك. يا دانت لو محمد في مصر قولي لي مكانه. الله يخليكي، ما تحرقيش قلبي عليه. ابنك سافر سافر، ما توجعش قلبي. وهو ابنك ياخد ابني ويسافر بيه ليه؟ ده لو كافر ما يعملش كده. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انت بتحاسبيني على ابني قصادي؟ انت خلصت سنتين داهيه. طب انا مش هسكت على فكره، وهسجن ابنك عشان احرق قلبك عليه زي ما حرقته قلبي، وهجيب ابني ولو في اخر الدنيا. ابني تقدر عليه يعمل ايه؟ قولي يلا سنتين داهيه وحرقت قلبي. يا ساتر، جاتك وجع في قلبك. محمد ماما يا قلبي، بتعيط ليه يا قلبي؟ بتعيط؟ انا جيت حبيبي.
محمد يا مريم يا مريم محمد يا مريم محمد يا مريم تعملي ايه يا مريم يا مريم يا مريم عايزة تموتي نفسك يا مريم الحقيني يا معوض يا مريم انهيار عصبي. انا هكتب لها على شويه ادويه مهدئات، لو ما اتحسنتش هنضطر ننقلها للمستشفى. وهو المستشفى الحل؟ ما هي ممكن تسهيك وتحاول تموت نفسها. الاسبوع اللي فات حاولت تنط من البلكونه. طب خلاص انا هتابع حالتها من البيت، بس على فكره هي محتاجه شويه رعايه واهتمام. يا دكتور دي بنتي الوحيده، ده انا اخدمها برموش عينيا، انا ماليش غيرها وهي ملهاش غيري. انا بس عايزه افهم هي عندها ايه؟ اكتئاب شديد نتيجة الظروف اللي مرت بيها. لا مؤاخذة، عجزة حضرتك محسسة بقلة الحيلة. وانا ذنبي ايه يا دكتور؟ من فضلك يا مدام، انا مش عايزة اضايق حضرتك، بس لازم اكون صريح مع حضرتك ولازم احطك في الصورة. هي نفسيا هشة وضعيفة، لازم تكون مسنودة على ام قوية. عندك حق يا دكتور، ما كنتش اعرف ان دموعي هي سبب تعبها واني قهرتي واحساسي بضعفي هو اللي عيرها. اتصلي بيا في اي وقت، بس من فضلك انا عايز اشوف ابتسامتك عشان لما تصحى ما اشوفش دموعك. حاضر حاضر يا دكتور، شكرا. تحت امرك تحت امرك. السلام عليكم. ألف سلامة عليك يا مريم، ربنا يصبر قلبك يا ضنايا ويرد لك ابنك قادر يا كريم. حبيبة ماما ربنا معاك يا حبيبتي، يشفيكي ويبعد عنك كل شر. عملك فطار يا مدام؟ لا متشكرة، حضري الفطار لمريم واعملي لها حلبة بالعسل. ها؟ حاضر يا مدام. تمام. يا رب خير. ايوه يا طنط. الو، ازيك يا شيماء؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. معلش يا حبيبتي انا معطلك عن شغلك. لا 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 ابدا يا طنط خالص، حضرتك كلميني في اي وقت. مريم كانت هتروح مني يا بنتي. خير يا طنط؟ حصل حاجه؟ لا الحمد لله، قدروا لطف. ان شاء الله ان شاء الله ابنها يرجع لها تاني وهيبات في حضنها، ما تقلقيش يا طنط. بس حضرتك خلي عينك عليها، ما تقلقيش يا طنط ما تقلقيش، انا هتصرف. ربنا يخليك يا بنتي، ربنا يخليكي ويعمر بيدك. ايوه انا عارفه انك هتتصرفي، شكرا قوي قوي.
مع ألف سلامة. مع السلامة. لا حول قوة إلا بالله. ألو؟ أيوة يا هاني. تسلم ايدي. طمني خالص يا مدام مريم، الورقه اللي في ايده دي ملهاش اي سند قانوني. بجد يا استاذ هاني؟ يعني هو دلوقتي حضانه محمد مش من حقه؟ اكيد لا طبعا، مجرد انه كتب الورقه دي معناه ان هو ملوش اي درايه بالقانون. بس السؤال، انت مضيتي على اي مقابل مادي في الورقه دي؟ معرفش، انا مضيت من غير ما اقرا. عموما انا هبدا في الاجراءات من بكره وخير ان شاء الله. طيب بالنسبة ان هو خد الولد وسافر بره، احنا هنرفع القضية. وزارة الخارجية بعد كده بتعمل نشرة باسمه وصورته وتوزعها على كل السفارات بره. طب ودي فايدتها ايه؟ لا، الفايدة كبيرة قوي. مجرد ان هو يعمل اي غلطة، اي مخالفة، احنا لينا رجالتنا بقى في السفارات دي بنعرف نجيبه. طب واحنا هنستنى لما يغلط ولا يعمل مخالفة؟ افرض ما عملش. ايوه، ما هو مش معقول الكلام ده برضو. مش بس كده يا جماعة، اطمنوا بس واهدوا، احنا لينا رجالتنا. مجرد انه يخرج من المطار يدخل مينا احنا بنعرف نجيبه، ده شغلنا. ربنا يطمن قلبك يا حبيبي، والله احنا مش عارفين كنا من غيرك هنعمل ايه. احنا لسه ما عملناش اي حاجه. هاني، هاني زي اخويا يا طنط، انا وهو متربيين مع بعض من لما كنا ساكنين في شبرا. يعني يا استاذ هاني، ورقه التنازل اللي انا مضيت عليها دي ملهاش اي قيمه لا شرعا ولا قانونا؟ اطمني خالص، الورقه دي بالله ويشرب ميتها. حق يا ابني، لو رجعت لنا محمد ليك عندي مكافأة كبيرة جدا، ده غير أتعابك كمان. لا ده أنا كده هزعل بقى يا هاني، ده لسه شيماء بتقولك إحنا إخوات وجيرة، عيب يعني؟ إحنا شبراوية يا أست هانم، عيب. طمني، اطمني. طب اتفضل القهوة. وحشتني قوي يا محمد، نفسي أشوفك ولو يوم واحد بس، حتى لو بعده هموت. فاتت سنة يا محمد، سنة. يا ترى شكلك ايه يا حبيبي دلوقتي؟ يا ترى بتسأل عليا؟ يا ترى نفسك تشوفني زي ما انا هموت واشوفك؟ طب ابوك قالك عليا ايه؟ اكيد قالك ان انا مت، بس انت اكيد حاسس. أنا بموت فعلا طول ما أنت مش جنبي، بموت كل يوم لحد ما ترجع لحضني. وحشتني قوي يا محمد، فاتت 3 سنين يا حبيب قلبي ماما، 3 سنين من غير ما اشوفك ولا مره، ولا حتى سمعت صوتك في التليفون. بس انت عمرك ما غبت لحظه عن بالي، ان انا كل ما اسمع طفل بينده على امه بحس ان انت اللي بتنده عليا، وكل ما اشوف ولد صغير اقعد اقارن بيك واقول اكيد محمد احلى منه، اكيد اجمل منه. نفسي اسمع صوتك
نفسي اشوفك يا محمد، مش عارفه اعمل ايه. الصبر من عندك يا رب، الصبر من عندك يا رب، الصبر من عندك يا رب، الصبر من عندك يا رب. فاتت 4 سنين يا محمد، وأنا كل يوم قاعدة في وسط أطفال في نفس عمرك بشوفك فيهم، وبموت لما بحضن حد منهم، بحس إني حضنك أنت. بس برضو مش زي لما تكون أنت، أنا عايزك أنت اللي تبقى في حضني، حضن ماما. صباح الخير. صباح النور. انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ قوي قوي، اتفضل. هي الاستاذه اللي قاعده هناك دي مشرفه معاكي هنا في الدار؟ اصل انا كل ما باجي بقابلها. مدام مريم؟ دي بتيجي كل يوم بتجيب حلويات للاطفال وتقعد تلعب معاهم، بتحن عليهم يعني. بتيجي هنا كل يوم؟ ما بتفوتش يوم، اصلها صاحبه مدام شيماء مديره الدار. اوكي. طب انا ممكن اقابل مدام شيماء؟ قوي قوي يا فندم، اتفضل. لا هي مطلقة، بس الحقيقة يا أستاذ طارق أنا مش عارفة رد مريم هيكون إيه، بس خليني أسألها ونشوف، هي أكيد مش هتلاقي أحسن من حضرتك. متشكر جدا، وخايف أكون بتعبك معايا، بس بصراحة كده أنا من ساعة ما شفت مدام مريم وأنا معجب بيها جدا، وزي ما قلت لك أنا عايش لوحدي وبصراحة مش هلاقي أحسن منها. كفاية يعني إنها صاحبتك، وحضرتك يعني في غاية الأدب والاحترام. متشكرة أوي. هي مريم مش بس صاحبتي، هي أكتر من أختي، بس للأسف حظها ما كانش كويس. مين عارف، يمكن ربنا يبعت لها نصيب أحسن. شكر جدا، وهستنى ردك في أقرب وقت. بالنسبة للحاجات اللي طلبتوها من الشركة عندنا، أيوه، المندوب هيكون موجود بكرة. مع السلامة. شكرا. شكرا. يا شيماء انت طلبتيني؟ يا حبيبتي كنت عايزاكي. انا كمان كنت عايزاكي على فكره. القلوب عند بعضها، بس قولي انت الاول. طيب انا كنت عايزه اطلب منك ان انا اشتغل معاكوا هنا في الدار، ومش مهم الفلوس، بصراحه مش بيكفيني الساعتين اللي بقضيهم هنا مع الولاد كل يوم، ووجودي معاهم بيعوضني كتير عن غياب محمد ابني، وبحس ان انا ارتبطت بيهم وعايزه اقضي معاهم اوقات اطول. هما كمان بيحبوكي قوي وتعلقوا بيكي قوي، بس انا عندي ليكي حل احسن من كده ويأملك مستقبلك كمان. جواز تاني يا شيماء؟ هو انتي وماما ما بتيأسوش؟ يا حبيبتي انا اتجوزت مرة وخلاص، جرالي فيها ما جرالي. يا حبيبتي ما هو مش عشان تجربة جواز فاشلة هتنسي نفسك، حرام عليكي، انتي بنت حلوة وصغيرة وميت واحد يتمناكي. بعدين انتي مش كنتي عايزة بنوتة؟ نفسي قوي اجيب بنوتة، انا هفرح قوي لو محمد بقى عنده اخوات ويبقوا كتير كده وعزوه. ما انت عارفه انا عشت عمري كله وحيده، ما كانش عندي اخوات، بس فكره الجواز نفسها انا مش قادره اتقبلها دلوقتي. انا ما بفكرش في حاجه ليل نهار غير ان انا ارجع ابني. والموضوعين ما يتعارضوش مع بعض، ايه المانع لما محمد يرجع يلاقي اخواته حواليه؟ لا ازاي، لو اتجوزت مش هعرف ارجع ابني ابدا، ساعتها ابوها هيبقى قانونا من حقه انه ياخده. ما انت عارفه الحضانه مش هتروح لماما علشان ظروف مرضها، وكده هخسره خالص. يا حبيبتي انتي رافعه قضيه بقالك 4 سنين وسنه ورا سنه، وهي عالم هيرجع ولا مش هيرجع. انا اسفه، ما كانش قصدي ازعلك ولا ضايقك، بس حتى حماتك مش عايزه تقولك هما فين ولا في انهي بلد. مريم فكري كويس، انا شايفه انه ده حل مناسب عشان تنسي اللي حصل من حياتك، وطارق محترم وكويس. انا بشتغل معاه بقالي سنه في الدار، عمري ما شفت منه حاجة وحشة أبدا. أنا ما عنديش اعتراض عليه، أنا اللي مش هقدر. خلي أملك في ربنا كبير، وعيشي حياتك وتجوزي، وابنك أكيد هيرجع لك، لأن ربنا عمره ما بيرضى بالظلم أبدا. يا رب.
حبيبتي ما هو مش عشان تجربة جواز فاشلة هتنسي نفسك. حرام عليكي، انت بنت حلوة وصغيرة وميت واحد يتمناكي. بعدين انت مش كنتي عايزة بنوتة؟ احسن واحد يلعب بالكرة دي انت ولا انت؟ طب اللي هيلحقها الاول هو اللي هياخدها. مين عايز اللعبه الحلوه دي؟ لا يا جنى دي بتاعت ولاد. انت بتحبيها؟ طيب فارس بقى كان طالب دي وانا جبتها له، ايه رايك؟ مبسوط؟ ماشي. وانا عاوزه اه ايوه قلتلك العب بيها بس مش في دماغي. برافو عليك، اجري وراها. صباح الخير. صباح الخير. ممكن اتكلم معاك شويه؟ اتفضل. طيب اتفضلي اتفضلي. هعرفك بنفسي الاول، انا طارق الشاذلي، محاسب في شركه قطاع خاص ولينا تعاملات هنا كتير مع الدار. ما اخبيش عليك يعني سالت عليكي مدام شيماء وعرفت ان انت ما بتشتغليش هنا، بس كل ما باجي بلاقيكي واقفه مع الاطفال. في ايه؟ اه انا برتاح لما اجي اقعد معاهم واستمتع وانا بتعامل معاهم، انا بحب الاطفال. صدفه غريبه قوي، انا كمان بحب الاطفال قوي بجد. بنسى نفسي وانا معاهم وبحس بسعاده كبيره قوي. وانا كمان كويس. انا يا ستي اتجوزت مره قبل كده بس ما قدرناش نكمل مع بعض. وخلفته؟ لا ما خلفناش. ليه؟ قصدي يعني ما كملتوش ليه؟ اصل انا كنت بشرب كتير لدرجه تقولي كده كنت مدمن خمور. كنت ولا؟ لا كنت طبعا، دلوقتي خلاص انا مبطل بقالي سنتين تقريبا لانه بدا يعمل لي مشاكل مع عيلتي وفي الشغل فكان لازم ابطل. وانتي بقى؟ انا ايه؟ طلقتي ليه؟ كان بيخوني ولما كنت بعترض كان بيضربني واكتر من مره ما قدرتش استحمل. عندك حق طبعا، الواحد لو جه على كرامته مره خلاص يفضل يتنازل طول عمره. بصراحه ما فيش اي حاجه تستاهل ان بني ادم يتنازل عشانها. هو الحقيقه كمان ان هو لما اخذ ابني من حضني كسر جوايا حاجات كتير قوي. ان شاء الله ابنك يرجع لك قريب وتشوفيه وتاخديه في حضنك تاني. يا رب. بتقولي ايه يا مريم؟ عاوزه تتجوزي واحد خمرجي؟ ده انت بعد حاتم يا ما تقدم لك عرسان، اشي مهندسين واشي دكاتره. هو مش خمرجي يا ماما، هو كان عنده مشكله وخلصت خلاص، وده اللي انا مقتنعه بيه. وكفايه قوي اللي جرالي نتيجه انكم غصبتوني ان اتجوز حاتم. المره دي انا هتجوز باختياري. ماشي يا بنتي ما قلتش حاجه. طب نسال عليه؟ نسال عليه تاني. انا سالت عليه وعرفت عنه كل حاجه خلاص. يا بنتي انت عارفه انا نفسي اجوزك وافرح بيكي وتبقي اسعد الناس. طب وابنك محمد لما يرجع بالسفر؟ انت عارفه ظروفي، انا ما اقدرش اضمه لحضانتي. Thank you.
اتفضلي يا مدام مريم. كده نقدر نقول ألف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبتي. ألف مبروك يا حبيبتي. ربنا يتمم لك بخير يا رب العالمين. بوك. مريم مريم الطريقة انا رسمت ايه؟ ده تخيلي شكل ابني. وريني كده. ان شاء الله يا حبيبتي ابننا هيبقى عمر كده ان شاء الله. ان شاء الله. لا انا قصدي على محمد ابني. ابني انا يا حبيبتي. انا ابنك وجوزك واخوكي وابوكي وجوز عمتك وعمتي كمان. اكيد يا حبيبي. بس انا متخيله ان محمد هيبقى شكله اقرب ليا، يعني ملامحه هتبقى شبهي انا. يعني هيطلع شبهي انا اكتر ولا يطلع شبه ابوه؟ طب انا هدخل اكمل نوم عشان انا ما نمتش كويس. لو عاوزتي يبقى حصليني. شمال. انا تعبت يا شمال. تعبت وجبت اخري معاها خلاص. بس انت متجوزها ومن الاول عارف ظروفها. عارف ظروفها كويس ومتعاطف معاها جدا. بس خلاص بقى، ما بقتش قادر استحمل جو الكآبة اللي هي عايشه ومعيشاني معاها فيه ده. انا بدات ازهق بصراحه. خايف اندم. تندم على ايه؟ مش للدرجه دي يعني يا طارق. وبعدين مريم بتحبك وانا كمان بحبها. بس ما ينفعش تعيش حياتها كلها لابنها اللي مش موجود ده. انا لغايه دلوقتي مش حاسس ان انا اتجوزت. احنا لسه متجوزين قريب. امال بعد كام سنه هتعمل ايه؟ حاضر يا دور، انا هكلمها والفت نظرها. وانت كمان حاول تستحملها شويه. انت عارف يعني الظروف اللي هي بتمر بيها مش سهله ابدا. هي محتاجه تحس انك انت واقف جنبها وفي ظهرها. حاضر يا شيماء. حاضر استحمل كمان شويه. تعالوا نشوف بقى الواقعه اللي اتكلم عنها اللواء محمد كمال. وورد لينا بلاغ من خال الطفل يوسف باختفائه عن المنزل. يا حبيبي يا ابني. وبعدها في اتصالات هاتفيه بتطلب فديه. على الفور وبالانتقال وبعمل فريق بحث ستير. بدانا نحدد خط سير الطفل المخطوف. ايه يا حبيبتي؟ بتعيطي ليه؟ في ايه اللي بتتصل؟ جايبين ولد يا عيني خطفوه من قدام باب بيته واهله كانوا سايبينه يلعبوا وطلعوا ورجعوا ما لقوهوش بقالهم 3 شهور مش عارفين يلاقوه تاني. زمان امه يا عيني قلبها محروق عليه. معلش يا حبيبتي اطمني. اكيد اهله هيلاقوه ان شاء الله. هيلاقوه ازاي؟ ما هم مش عارفين يرجعوه. واللي بيتخطف بالطريقه دي ما بيرجعش، ما بيعرفوش يلاقوه تاني. هو انت تعرفيه يا حبيبتي؟ تعرفي الواد ده؟ ما اعرفوش بس فكرني بمحمد. ما انا برضه مش عارفه الاقيه. ده عمره 15 سنه. هي دي السيره اللي مش هنخلص منها. هو مفيش يوم واحد هيعدي علينا من غير نكد وقرف. في ايه بقى؟ ما ترحميني. يوه طبعا المدعو احمد.
معقول طبعا تكوني انت بتتكلمي النهارده في الموضوع ده بالصدفه. اكيد طارق اشتكالك. انا بتكلم معاكي عادي على فكره، الراجل ولا اشتكالي ولا اي حاجه. لا هو اشتكالك يا شيماء، وحتى لو اشتكالك هو عنده حق. انا فعلا مش قادره اتغير. انا كنت فاكره ان انا لما اتجوز هنسى اللي حصل لي وهتشغل بحياتي الجديده، لكن موضوع محمد ما بيروحش من بالي ولا لحظه. بالعكس انا حاسه ان انا لما كنت لوحدي كنت احسن. ما ينفعش اللي انت بتقوليه ده، انت كده هتضيعي طارق من ايديكي، وبعدين هو ما يستاهلش منك كل ده. غصب عني يا شيماء، والله انا حاولت، لكن الظاهر ان انا اتعقدت من الجواز. منه لله حاتم بقى، ربنا ينتقم منه، اللي عمله ده دمرني نفسيا. يا حبيبتي انت زي الفل، انا عارفه الموضوع صعب ومش سهل، محتاج وقت. ادي نفسك فرصه وكل حاجه هتبقى كويسه يا رب. انا نفسي والله. طب بصي يا ستي، انا وهشام عازمينكم بكره على العشاء، وهي فرصه، احنا بقالنا كتير قوي ما خرجناش مع بعض، وهخلي هشام يكلم طارق يعزمه. خلاص شكرا يا شيماء، ربنا ما يحرمنيش منك. ما تقوليش كده، انت حبيبتي. ايه ده انت لابسه كده ورايحه فين؟ مفيش، انا هروح بس ازور عمه محمد عشان عرفت انها رجعت من السفر امبارح وعايزه اسالها عليه. محمد ابنك؟ طب وهشام وشيماء اللي المفروض نقابلهم النهارده هنعمل فيهم ايه؟ اوكي هاجيلكوا على هناك بالليل احصلكم. متاخروا شويه؟ يعني زمانهم جايين. طب عايز لك ايه بقى؟ لما يجوا بنبقى نطلب. مساء الخير يا جماعه. اهلا، ازيك يا طارق؟ ازيك يا هشام؟ عامل ايه يا معلم؟ تمام. ازيك يا شيماء؟ الحمد لله. هي مريم فين؟ مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ يعني مش عارف. قبل ما انزل قالت لي انها تروح عند عمه ابنها عشان تسال عليها، وقالت انها هتحصل. ده لو جت بقى. لا اكيد هتيجي، يعني مش معقول مش هتيجي. ولا ما تجيش. خلاص ما بقتش تفرق معايا. هي دي صحبتك؟ هي دي اللي قلت هتنصحيها؟ أنا بجد يا جماعة خلاص جبت آخري معاها. معلش، إن شاء الله ربنا هيهديها. إن شاء الله. طب عن إذنك. إيه يا طارق؟ ما تصبر عليها شوية، ما أنت عارف. أصبر إيه أكتر من كده يا هشام؟ أنا جربت كل حاجة معاها. أنا خلاص بقيت كاره حياتي. حياتنا بقت نكد في نكد وكآبة. طب صلي على النبي بس، صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. برضه ما رضيتش تقولي على مكانه يا ماما. هما متفقين عليا، كلهم متفقين عليا. معلش، اصبري يا بنتي. الصبر من عندك يا رب العالمين. الصبر من عندك يا رب العالمين. أيوة شيماء. أيوة يا بنتي، انتي فين؟ لا أنا كويسة، بس مش هقدر أجيلكم. أنا تعبانة قوي. معلش خليها مرة تانية. ماشي طيب خلاص، نتكلم بعدين. هكلمك بعدين، بس كنت عايز أطمن عليكي. مع السلامة. ايه يا طنط،
أنا كويس الحمد لله. هي مريم فين؟ هي جت من برا ونامت. نايمة؟ وعاجبك اللي هي بتعمله معايا ده؟ استحملها يا ابني عشان خاطري. سايباني قاعد لوحدي مع شيماء وجوزها. كان المفروض تحصلني دلوقتي. دي حتى ما اتصلتش بيا تقولي مش جايه ولا قالت لي ان هي جايه عند حضرتك. انت راجل يا طارق ولازم تقدر ظروف ام تاخد منها ضناها. طب تحب اصحيها لك؟ لا خليها نايمه. ولما تصحى بقى تبقى تروح البيت. مع السلامه. يا رب يا رب يا رب يا رب يا 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 تاكلي يا مريم؟ كلت يا ماما. بصي بقى يا بنتي، بصيلي، انا صحيح ما كنتش موافقه على جوازتك من طارق، بس خلاص دلوقتي بقى جوزك وله عليكي حقوق، وانتي بقالك 3 ايام سايبه البيت ومن غير سبب، وهو ملوش ذنب. وده يا حبيبتي ما يرضيش ربنا. ارجعي بيتك، ربنا يهديكي ويصلح لك الحال يا بنتي. حاضر يا ماما. يا حبيبي حبيبي، صباح الخير يا حيد. هاتين مين؟ أنا أسفة. أنا طارق على فكرة. أنا أسفة يا طارق، أنا أسفة قوي، غصب عني، معلش. أسفة على إيه ولا على إيه بقى؟ يا طارق معلش، أنا لقيت نفسي أعصابي تعبانة، كل شوية عيط ومش عارفة أسيطر على نفسي، وأنا عارفة إن أنت ما بتحبش الجو ده. قلت أبعد. ده أنت حتى روحت لمامتك من غير ما حتى تعبريني التليفون. معلش يا طارق، معلش، أنا عارفة إن أنا مقصرة معاك. كويس إن أنت عارفة. بعمل لك ايه بقى تفطر بيه؟
هاكل حاجه في الشغل. طيب هعمل لك ساندوتش تاخده معايا. قلت لك هاكل حاجه في الشغل. ايه ده يا طارق؟ طب انت حاطط الهدوم اللي مش نظيفه هنا ليه؟ كنت حطها في الغساله. معلش بقى، حياه العزوبيه انت عارفه. وانا لو متجوز كانت مراتي خدت بالها مني، وما كانش ده بقى حالي. مش الدرجات يعني يا طارق، هما كلهم يومين اللي انا قضيتهم عند ماما. شيماء هي اللي قالت لي ان انت عند مامتك، انت حتى ما قلتليش. ولما رجعتي رجعتي بمزاجك. انا اللي غلطان برضه. انا اتجوزت قبل كده وعرفت انه مشروع فاشل، ايه اللي خلاني اتجننت في عقلي واتجوزت تاني مش عارف؟ غاوي وجع دماغ انا؟ طارق يعني انت شايف ان جوازك مني غلطه؟ انت شايفه ايه؟ مريم انت ما كانش ينفع تتجوزي تاني. انت ما بتعمليش حاجه في حياتي غير ان انت بتفكري في ابنك وبس. وبصراحه بقى انا شايف بقى انك فيها لحد كده. اه صحيح انت طالب. صلي على النبي بقى عليه الصلاه والسلام. انا عايزه اقول لك على حاجتين يا مريم. اول حاجه عايزه اقولها لك ان انا بجد اسفه على اللي حصل. انا مش عارفه اودي وشي منك فين. انت ذنبك ايه يا شيماء؟ انت كنتي مجرد وسيط مش اكتر. انا اللي شايله مسؤوليه كل التصرفات اللي عملتها. وهو بصراحة طارق كان عنده حق. أنا مكانش لازم أرتبط تاني. العيب فيا أنا مش فيه هو. الحاجة التانية اللي أنا عايزة أقولها لك حاجة هتفرحك. تفرحني؟ طب قولي يا شيماء أنا في عرض أي حاجة تفرحني. وليد أخويا شاف حاتم في مكة. حاتم؟ في مكة؟ ومحمد كان معاه؟ أيوه حبيبتي كان معاه. بجد محمد كان معايا وهو شاف محمد؟ طب محمد شكله ايه دلوقتي؟ طب لو صورهوش ما اتكلمش معاه ما لحقش يعني يعمل اي حاجه؟ هو للاسف نده عليه بس حاتم راح جري في الزحمة. بس معنى كده انه في امل، ما تقلقيش. احنا نتكلم هين المحامي ونخليه يقدم طلب للخارجيه علشان هم يبعتوا للسفاره السعوديه واكيد هيمسكوه. اتفقلي خير. السفارة ردت علينا بس للأسف هو مش بيشتغل في السعودية. هو كان بيعمل عمرة وسافر. سافر على فين؟ سافر على دبي. طب ينفع نبلغ سفارة دبي مش كده؟ حصل حصل ورجالتنا بتعمل اللازم دلوقتي. طيب الحمد لله الحمد لله ربنا يطمنك. أنا بس مش عايزك تقلقي يا مدام مريم. المسألة بتاخد وقت بس إن شاء الله ما تقلقيش. بلاش ازاي يا استاذ هاني؟ انا ما عنديش حاجه في حياتي اهم من الموضوع ده. حضرتك مش متخيل انا لا بعرف انام ولا عارف اعيش اساسا. والله انا مقدر ظروفك قوي بس انا بوعدك ان شاء الله هيرجع. المساله بس بتاخد وقت شويه. خير ان شاء الله. اللهم اني اشكو اليك من ظلمني. حسبي الله وكفى بالله حسيبا.
حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تقبل الله يا مريم. منا ومنكم يا مريم. يلا يا بنتي يلا قومي نتسحر. كل سنه وانت طيبه. انت طيبه يا ماما. حاضر جايه وراك. يلا تسلم ايدك يا معود. ايه يا مريم ما بتتسحريش ليه؟ بكره صيام يا بنتي. النهارده عيد ميلاد محمد يا ماما. كل سنة وهو طيب يا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قولي ورايا يا بنتي. اللهم يا جميع الناس إلى يوم لا ريب فيه. اللهم يا جميع الناس إلى يوم لا ريب فيه. اجمع بيني وبين ابني. اجمع بيني وبين ابني. محمد ابن مريم. محمد ابن مريم. على خير مودة ترضاها. على خير مودة ترضاها. اللهم رده لي. اللهم رده لي. كما رددت يوسف إلى أبيه. كما رددت يوسف إلى أبيه. وكما رددت موسى إلى أمه. وكما رددت موسى إلى أمه. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك. على سيدي وشفيعي وحبيبي. على سيدي وشفيعي وحبيبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. الو اهلا يا استاذ هاني. موبايلها مش عارفه باينه فاصل شحن. ايه بتقول؟ ايه لا بتتكلم جد؟ وهو فين دلوقتي؟ في القسم. الهي ربنا يعمر بيتك يا رب يا رب. يخليك يا رب. إلهي ربنا يعمر بيتك يا رب. ربنا يخلي لك ولادك يا رب. ربنا يخليك ويعمر بيتك. مين مين ماما كريم؟ مين ماما؟ مع السلامة يا أستاذ هاني. ده الأستاذ هاني. في إيه؟ لا محمد. محمد ابنه؟ أيوه. لا فين؟ هو في القسم. يعني هو متأكد ان ده محمد ابني مش ابن حاتم؟ ايوه محمد ابنك. ابني انا يا ماما؟ ايوه ايوه محمد ابنك. يعني انا هشوفه؟ هتشوفيه؟ يعني لو نزلت دلوقتي روحت هشوفه؟ ايوه هتشوفيه. بجد مش بحلم زي الخمس سنين اللي فاتوا. هلمسه يا هحضنه وهاخده في حضني كده ماما. شوفه. ايوه هحط ايدي كده على وشه وهلمسه وهاخده في حضني. هو هيعرفني وهيحس بيا ماما. هيعرفك هيعرفك يا حبيبتي. هحضنه هاخده في حضني فعلا فعلا بس. أنا خايفة أوي ماما. لأ
تخافيش، انا عايزاكي تروحي هاديه مش خايفه. طيب حاضر هبقى هاديه، بس انا خايفه برضو. انا هقوم البس هبقى هاديه، بس انا خايفه ماما. تخافيش حبيبه ماما، تخافيش. اهدي يا حبيبتي، استني استني ماما، انا خايفه لحظه. انا مش عايزاكي تروحي خايفه يا بنتي، عايزاكي تروحي هاديه علشان ابنك يشوفك هاديه وعاقله ورزينه يا بنتي. هو اكيد بيحبني واكيد نفسه يشوفني طبعا يا ماما، ما هو بيشوف اصحابه كلهم مامهاتهم معاهم، هو الوحيد اللي ما عندوش ام، اكيد نفسه يشوفني واكيد لما اخده في حضني هيحس بيا وهيحضني وهيبقى حنين عليا. مش كده؟ انا نفسي قوي اشوفه يا ماما، انا خايفه. ما تخافيش ما تخافيش، اهدي اهدي يا مريم، اهدي اهدي يا حبيبتي. طيب خلاص انا هقوم البس. و طب انا عايزه اخد له حاجه معايا، عايزه انا ممكن اخد له اي هديه من انا هاخد له كل الهدايا اللي انا كنت عماله اجيبها له طول الخمس سنين اللي فاتوا، مش هلاقيهم كلهم في الشنطه محدش يشوفهم، ولا هاخد له كل الهدايا اللي كنت بشتريها طول الخمس سنين اللي فاتوا عشان يفرح كده ويحس. طب انا هروح البس وهقوم واحنا في الطريق هبقى افكر في اي. بيحبوا مامهاتهم. اهدي يا مريم كده هتخد الواد. مالكش دعوه انت، شيل ايدك ما تتدخلش مني وبينه. يا حبيبي ما تخافش انا بحبك. بالراحه عليه بس يا مدام مريم، هو لسه مش واخد عليكي، استني عليه شويه. انا ماما يا محمد. انا عارفك، انا شفتك في الصور، انت وحشه، انت وحشه قوي، انت وحشه. يا حبيبي دي ماما اللي بتحبها وانا تيتا يا قلبي. انا شفتك في الصور انت كمان، انت وحشه. يا محمد انا مش وحشه يا حبيبي، مين اللي قالك؟ منك لله يا شيخ، كرهت ابني فيا وزيت قلبه عليا. ربنا ينتقم منك، ربنا يحبك يا اخي. فرحان بيه انت كده؟ ذنبه في رقبتك، بكره كل اللي انت علمته له ده هيعمله فيك وهيكرهك. علمته ايه؟ علمته الكره والجحود اللي جواك؟ هو ده بس اللي هو هيورثه منك، قلبك الاسود. منك الله ربنا ينتهي منك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل. بس اهدي اهدي يا مريم، اهدي اهدي. حسبي الله ونعم الوكيل. انا بحبك يا محمد، انا مش وحش يا محمد، انا بحبك يا حبيبي، والله العظيم بحبك قوي. انا ما اعرفش بابا قال لك عني ايه، بس كل اللي اعرفه ان انا طول عمري مستنيه ان انا اشوفك، وكان نفسي قوي ان انا احضنك واطبطب عليك. انا ماما حبي، وهفضل طول عمري مامتك، وهفضل طول عمري بحبك. نزع محضر يا مدام ولا كمل اجراءات؟
في اي حاجه مطلوبه مني دلوقتي؟ لا تقدر تفضل. شكرا.